السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان يسلم معاكم لكل متابعيني وحبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفرنسي بطريقة سهلة جدا جدا، وهو مكوناته بسيطة على الآخر، وكل واحدة تقدر تعمله وهتعمله أحلى من برة كمان، وهنعمله على طريقتنا وإن شاء الله هتلاقيه رائع جدا جدا. شايفة الجمال؟ إحنا بنجيبه برة غالي، بس إحنا هنعمله في البيت بعشرة جنيه بس. تعالي بقى شوفي الجمال، وبيتك هيبقى مليان خير والطعم كمان حكاية. يلا بينا مع بعض نشوف عملناه ازاي. هنسمي بالله، ومعانا المكونات 3 كوبايات دقيق ومعلقتين سكر ونص معلقه ملح. السكر ضروري عشان يخلي العيش معاكي احمر وجميل، وباكو خميره فوريه من الباكتات الصغيره ونص معلقه بيكنج باودر، حلو جدا جدا بتخليه هش وزي الفل، وقطعه صغيره جدا من الزبده، يعني ربع او اقل من ربع زيت، كوبايه زيت ما تكتريش علشان يبقى معاكي مخرفش وحلو كده وهش ما يبقاش مكتوم. واجيب معايا بقى كوبايه ميه، هبتدي احط حبه حبه، مش هحطها مره واحده لحد ما العجينه معايا توصل للي انا عايزاه. انا عايزه عجينه تكون لازقه شويه، ما تكونش متماسكه، شايفه تكون ملزقه كده في ايدك. ونحط حبه زيت صغيره ونسيبها بقى ربع ساعه تخمر. شايفه بقى الجمال؟ ما اقولكيش عجينه رائعه جدا. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصي بقى، احنا كورنا العجينه بتاعتنا 3 كور، ده هما طلعوا 3 كور بالظبط. همسك اول كوره من الكور بتاعتي، بصي بقى بوسع لنفسي عشان اشتغل، وافرد بقى على النشابه بتاعتي حبه دقيق، وابتدي بقى افرد العجينه بتاعتي. عجينه جميله جدا جدا، عشان كده انا قلت لك لازم العجينه تبقى ملزقه، هي ده سر نجاح العيش بتاعنا. وبحط طبعا حبه دقيق علشان العجينه معايا تتماسك واقدر افردها واقدر اتحكم فيها. شايفه بقى؟ هفرد كده من النشابه لحد ما اعملها مطوله. شايف احنا فردنا العجينه لحد تبقى شكلها بيضاوي كده، هنبتدي بقى نلفها وهتشوفي بقى الجمال. هنسمي بالله ونمسك اول طرف من العجينه، بص السمك بتاعها بيكون رفيع كده، ما تخليهاش تخينه عشان احنا هنلف العجينه هتتخن معانا، شايفه؟ وكل ما الف لفه بصابعي كده اقفلها والف لفه ثانيه. شايف العجينه معايا ما شاء الله زي الفل، ولازم يبقى سمكها خفيف ما تتخنهاش، عشان احنا بنلفها رول بتتخن معانا، فلازم يبقى العجينه معايا سمكها رفيع. كل ما الف لفه اقفلها كده هو علشان تتماسك معايا، شايفه الجمال؟ وطبعا تبقى كده ايه مطوله، علشان ده عيش فرنسي لازم يبقى العيش كده زي ما بيتباع بره بالظبط. واخر طرف كده احنا بنقفل بيه كويس جدا عشان ما يتفتحش معايا، شايفه الجمال؟ وخلاص كده احنا خلصناها. هنبتدي بقى نعمل في التانية والتالتة، ويلا بينا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. وخلاص احنا كده خلصنا العيش بتاعنا، محضرين بقى صينيه فيها ورقه زبده دهناها كده بحبه زيت صغيره. شايفه بقى خلصنا الثلاث كور بتوعنا، هنغطيها ربع ساعه عشان تخمر. ويلا بينا مع بعض نجيب بقى سكينه وهنعمل بيها الاشكال اللي هي بتطلع العيش بتاعك زي الفل. شايفه احنا قعدناها بالظبط ربع ساعه، شايفه ما شاء الله العجينه معانا خمرانه زي الفل. هجيب حبه لبن وحبه زيت صغيرين جدا، هبتدي بقى ايه المع الوش علشان يحمر معايا، وهتشوفي احلى عيش فرنسي ان شاء الله هتعمليها وهتعمليها على طول. وطبعا اي خبيث في البيت بيبقى خير وبركه، ويا رب يبقى الخير لكل الجميع ان شاء الله. هنجيب بقى السكينة تكون حامية كده معاكي، وهنسمي بالله وهنبتدي نعمل الأشكال في العيش. شايفة كده أشكال مايلة كده، هو بتخلي العيش شكله حلو جدا جدا وزي ما بتجيبه بره بالظبط. وخلاص خلصنا كميه العيش بتاعتنا، وطبعا قبل اي حاجه مولعين الفرن على درجه حراره 180، بتقعد بالظبط 10 دقائق ربع ساعه لحد ما من تحت يحمر شويه يبقى لونه بامبي كده فاتح، تطفيها وتولعي الشوايه. شايفه بقى ما شاء الله؟ يلا نقدمها ونشوف شكلها. شايفه ما شاء الله العيش بتاعنا رائع جدا جدا، والطعم كمان حكايه. هتعمليها هتعمليها على طول، واي خبيث في البيت بيبقى خير وبركه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ويلا بقى نشوف التقديم، ونيجي نقطع العيش بتاعنا وشوف شكله بقى هش ازاي من جوه، ومقولكيش على الجميل. يلا مع بعض شوف هنعمل ايه.
وجبنا معانا ورق زبده ولفينا بيه العيش زي ما بتباع بالظبط في المحلات. شايفه الجمال؟ الطعم كمان حكايه، يا رب تعملوها وهتعجبكم على الاخر. شايفه بقى العيش بتاعنا من جوه هش جدا جدا. يا رب ان شاء الله الوصفه عجبتكم، اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوناش في الدعوات، والدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.